صباح الخير. النهاردة هنطلع نشوف فطار تقريبا. انا يعني عملت خدت قراري ان انا اطلع اكل، نفسي اكل سندوتش طعمية، سندوتش فلافل. وفي في دبي في مكان اسمه ابو هيل، في مطعم الامور بيعمل سندوتشات فلافل هايلة جدا، فهنروح على هناك. يلا بينا. الأمور في منطقة أبو هيل. المطعم ده يا جماعة من أكتر المطاعم اللي أنا بحبها جدا، بتعمل فول وطعمية. المطاعم اللي بتعمل فول وطعمية مصري في دولة الإمارات العربية المتحدة، في إمارة دبي تحديدا، كتير. بس المطعم ده يعني بالنسبة لي أنا شخصيا من المطاعم المفضلة يعني الحقيقة. أنا دلوقتي هنزل أجيب الساندويتش وأرجع على طول. طبعا في الوقت الحالي وخصوصا في زمن كوفيد 19 محتاجين ان احنا ناخد كل الاجراءات الاحترازية زي ما بيقولوا، ونلبس الماسك. انا دلوقتي نازل اجيب الساندويتش من المطعم. الساندويتش تقريبا متأكد 3 درهم او 4 درهم، حاجة زي كده. بس حاجة كده جميلة يعني، حاجة كده بمنتهى الجمال. هنزل اجيب الساندويتش وارجع ونبص عليه مع بعض ونشوف. ساندويتش طعم، انا بضحك على فكرة، ساندويتش طعمية. بس يعني اللي مقيم هنا في البلد هيعرف ان حاجة زي كده بتوحش الواحد، لان دايما ما بيكونش فيه حاجات زي كده كتير موجودة حواليك. على عكس مصر، لما بتكون موجود انت في مصر بيكون مثلا في تحت البيت عندك في مطعم فول وطعمية، بيكون في عندك المطاعم اللي بتعمل الاكل المصري اللي احنا بنحبه حواليك. انا طبعا عشان اطلع من بيتي في المكان اللي انا ساكن فيه، علشان اطلع عشان اجي على مطعم الامور ده عشان اكل سندويتش فول او طعمية، محتاج ان انا امشي مسافة تقريبا تلت ساعة بالعربية. بس هو بصراحة يستحق يعني. هنزل اجيب السندوتش وهرجع على طول. رجعنا تاني على العربية، نقلع بقى الحاجات اللي هي الكتيرة دي. نقلع الماسك. تمام، ادي الساندوتش يا جماعه الامور. تمام، يجي معاه ترشي او مخلل والساندوتش. نفتح الساندوتش ونشوف ايه جواه. هو كام سعر الساندوتش؟ 3 درهم. 3 درهم سعر الساندويتش. وبيتحط طبعا عليه فات اللي هي الضريبة على اي حاجة بتتشرى. تقريبا 15 فلس، يعني 3 و15، يعني لا شيء يذكر يعني. 3 فين هي؟ باينة 3 درهم.
عادي الساندويتش جواه طعمية وسلطة. انا الحقيقة مش بحب الطحينة على الطعمية، خصوصا الصبح بتعملي حموضة. انا شخصيا في ناس ممكن تحبها، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة من الحاجات اللي انت تاكلها هنا تحس ان انت رجعت مصر، حاجة كده جميلة كده، خصوصا بقى مع ايه، مع حتة الليمون الجميلة دي. تمام، ونديها في ناس ممكن تعتقد ان هو انت بتعمل ريفيو على سندوتش طعمية. انا مش بعمل ريفيو ولا حاجة، ده ما اعتبرش ريفيو، انا بشارك وفي ناس كتير هتفهم الكلام ده، ان ده حاجة من ضمن الحاجات اللي هي الواحد فعلا بيفتقدها هنا في الدولة. هي موجودة، بس عشان تروح تاكل سندوتش طعمية محتاج ان انت تمشي، تروح يعني، او مش تمشي يعني، تسوق مسافة علشان تقدر تروح تاكل سندوتش زي ده، الا اذا انت مثلا ساكن في منطقة ابو هيل، او مثلا في المنطقة اللي انت ساكن فيها ايا كانت مطعم فول وطعمية قريب منك. طبعا احنا في مصر بناكل الطعمية زي ما احنا شايفين كده، لونها مخضر شوية من جوه، بتتعمل من الفول، بتتعملش من الحمص. تمام، اخواننا الشوام في فلسطين ولبنان والاردن وسوريا بياكلوا الفلافل بالحمص، بتتعمل بطريقة تانية مختلفة. سندوتش هايل صراحة، هنشوف دلوقتي ورا عربيات ساعات برضو بتقف، مش شاب اللي ورا ما احنا شايفين هنا كده، عربيات ساعات بتيجي. تمام، تقف تاخد يعني تاخد الاوردر، زي ما احنا شايفين تاخد الاوردر، يجهز الاوردر وبعدين تاخده بالعربيه وانت قاعد في العربيه. ودي حاجه معروفه في الدوله كلها مش بس اماره دبي، ان انت تطلب وانت قاعد جوه العربيه. طبعا اكيد في مصر موجود. جزر توشي وده فلفل، ملناش دعوة بيه خالص الصبح يعني. مش بحب الحراق قوي، بس ممكن اقعد اكله في بعض الاوقات.
شكرا مطعم لامور على السندوتش الهايل.